أرحب فيكم في الحلقة الختامية من برنامج المهمة، ومن خلالها شخص واحد راح يفوز ويتحقق مشروع أحلامه. برنامج المهمة من تنظيم هيئة شؤون الإعلام ومؤسسة استوديو ماستر بالشراكة مع تمكين، واللي نبدأ معاها اليوم بكلمة من سعادة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. برنامج المهمة هي من البرامج يمكن الرائدة من نوعها وفريدة من نوعها، أن حاولنا بالشراكة طبعا مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وبنك التنمية والعديد من الشركاء الحقيقة ما قصروا، أن نجذب الشباب اليوم بطريقة البرنامج اللي يعكس الحقيقة ويعكس التجارب اللي يمر أو ممكن يمر بها رائد الأعمال. فهي من ناحية فيها منافسة، فيها انعكاس بالتحديات الواقعية اللي ممكن يمر بها صاحب العمل أو رائد الأعمال، وعن طريق التلفزيون نقدر نوصل هذه التحديات إلى يعني فئة أكبر، فيها إثارة وفيها يعني حماس، لكن فيها فائدة بعد، إن واحد يمكن يتعلم من الخبرة والتجارب والقصص اللي يمرون بها الفرق. الله يوفقكم، لكن أنتم كلكم فائزين، وتمكين إن شاء الله موجودة تساندكم في تحقيق طموحاتكم. فعلا جهود تمكين اليوم واضحة في دعم الشباب، ومن البرامج المدعومة من تمكين برنامج المهمة اللي هيئ الشباب للدخول في سوق العمل من خلال 10 مهام راح نتذكرها مع بعض. تقدم لبرنامج المهمة 300 مشارك، وتم اختيار 14 مشارك تم تقسيمهم إلى فريقين وإعطائهم مهام فيها تحدي وتنمية لخبراتهم العملية. في الحلقة الأولى كانت مهمتهم عمل منتج من الخضروات وبيعه. فاز فريق المبتكرون في المهمة، وغادرنا من فريق الرواد أحمد العساس. أما في الحلقة الثانية فكانت المهمة تجديد منزل، فاز فيها فريق المبتكرون للمرة الثانية، وغادرنا عارف من فريق الرواد. في الحلقة الثالثة كانت المهمة صنع طائرة ورقية وبيعها في فعالية، فاز فيها فريق المبتكرون للمرة الثالثة، وغادرنا من فريق الرواد علي. مهمتهم الرابعة كانت إعادة هوية مطعم، فاز فريق الرواد، وغادرتنا من فريق المبتكرون نورة. في الحلقة الخامسة كانت المهمة إعطاء برامج تعليمية ورحلات دراسية لطلاب من الصف الخامس، فاز فريق المبتكرون، وغادرتنا من فريق الرواد أنفال. المهمة السادسة كانت تقديم خدمة نقل في جامعة البحرين باستخدام سيارة جولف، فاز فريق الرواد، وغادرنا سلمان من فريق المبتكرون. في الحلقة السابعة كانت المهمة إعادة تدوير مواد وبيعها في مزاد، فاز فريق الرواد في هذه المهمة، وغادرنا من فريق المبتكرون عبد الرسول وزبيدة. في الحلقة الثامنة كانت مهمة الفريقين تسويق منتج بحريني في السوق الكويتي بالتعاون مع شركة مينا إيروسبيس،
فاز فيها فريق المبتكرون، وغادرنا من فريق الرواد ولاء ونادر. أعطت المهمة التاسعة والأخيرة لآخر 4 مشاركين للعمل فيها بشكل فردي على مشاريعهم الخاصة، وتقديم المشروع اليوم أمام لجنة التحكيم لاختيار الفائز. إذن وصلنا اليوم للمهمة الأخيرة واللي تأهل فيها 4 مشاركين: أحمد، حمد، ريم وطلال. آلية التقييم في هذه المرحلة بتكون مختلفة عن السابق، نتعرف عليها في هذا التقرير. عملية تقييم المشاركين في المرحلة النهائية تعتمد على 4 نقاط: أولاً، دراسة الجدوى للمشروع اللي بيقدمه كل مشارك، وتم الإشراف على المشاريع من قبل بنك البحرين للتنمية عشان يكون المشروع بشكل سليم وممكن تحقيقه على أرض الواقع. ثانياً، المقابلات الشخصية واللي من خلالها درست اللجنة شخصية كل مشارك وطريقة تفكيره. تم التقييم من قبل عضو لجنة التحكيم وليد رشدان مع انضمام شخصين هم رواد الأعمال خلود عبد القادر وفهد الشيراوي. العنصر الثالث اللي بيتقيم عليه المشاركين هو عرض مشاريعهم اللي بنشوفها اليوم، وكلها من فكرتهم. هم اللي اختاروا المشاريع، هم اللي اختاروا الإضاءة، هم اللي اختاروا الطريقة اللي بيطلع فيها المشروع، بالإضافة إلى العنصر الأخير وهو تصويت الجمهور. أول المشاركين اللي بيقدمون عروض لمشاريعهم هو أحمد مال الله، بس قبل العرض بنشوف تقرير عن مشاركته في برنامج المهمة. كنا زملاء مدرسة وزملاء جامعة طبعاً. كان يحب إنه يكون نفس الليدر. بتأخذون 5 months only بتطلعون، بتروحون وين أجرب شيء؟ latest. أوكي؟ latest. كم latest بتأخذون من هني؟ بعدين ما نبي شيء غير على اللي قلت له. هاي ما نبي ذي، ترى وايد بيصرف، مو منه فايد. إحنا نشوف وايد. كم ذي؟ close. كم ذي إنزين؟ أهم شيء الأسعار. دينارين دينار ونص. ولا تحط سعر وايد عالي وتنضرب. الشيء اللي جاوب شخصية أحمد، قدرته على التكيف مع الوضع اللي هو فيه، يعني حتى لو يلاقي روحه في أوضاع ما لقاها من قبل challenging ومore demanding، الشيء الإيجابي فيه إنه دائما يقدر يتأقلم مع الوضع اللي هو فيه بحيث إنه يحقق التارجت ماله بأحسن وجه. أنا برشح أحمد. أحمد. أحمد قد المسؤولية؟ إن شاء الله بنسوي كل شيء، كل step ويا بعض كلنا، ما بيكون في separation، ما في كل واحد بيسوي تاسك بروحه، كلنا بنسوي نفس التاسك لما نخلصه. إنسان مليء بالطموح، فكرة كان دائماً بريادة أعمال، يحب الـ decision making، يحب المسؤولية. يعني we have to think about the contract، we have to do target audience research. هل contract directly we task it to you؟ دارس business law وعارف شلون أسوي legal contract. ويعجبني في طموحه أنه هو يحاول يعطي قد ما يقدر في أي مجال. فإذا كان إجمالي الطلبية على سبيل المثال بما يعادل أقل من 1000 دينار بحريني، نحط عليه 15% interest rate. هو الفكرة أن إحنا جايين هنا عندكم بالكويت على أساس أن إحنا ما لاحظنا أن في أي شركة تقدم نفس المنتجات اللي إحنا نقدمها. أحياناً يمكن يحكم على الأمور بسرعة، بس يتعلم ما شاء الله عليه بسرعة. الحين مثلاً فاكروا إذا بتسوونه باللاب بيكون تمام، إذا بنسويه بالتايم أتسدس أدفنج. أنا ما رفضته، بس قلت لهم أن يعني حاولوا كثر ما تقدرون تقتصدون فيها. كشخصية في البيت نفس الشيء تقريبا، فوضوي ما أقول لك لا، بس يعني كإنسان طموح قاعد بس أأمل أن أفوز، بس أبي أفوز. إذن هذه كان أحمد ومشروع شركة لفك النزاعات وحل الخلافات بدون تطبيق القانون كبديل للمحكمة، وهدفه تقديم خدمات حل القضايا بأسعار أقل من المحامي.
الو، هلا حبيبتي فطوم، شخبارك؟ هلا، الا بقول لك تشيكي الانستغرام ترى شلت شي على الدايرك، تشوفي بسرعه. اوكي اوكي يلا باي. أبي ذي بعاد حق سندورة. نعم نعم، يعلك ما تنعم بعيشتك إن شاء الله. كذي تسوي؟ أنا بنية محتشمة ومتحجبة، تحط صورتي بدون حجاب؟ أوه أوه أنت هي سندرتينا، أنت يوسف تجسين علي ولا سولفتس بالضبط؟ سمعي، ما نشوف اللي أنا أسويه، سمعت ولا لا؟ حاط صورتي مالي شغل؟ هذاني اقول لك شيل الصوره احسن لك، ترى حس في الديره قانون. اوه بعد قمتي تعرفين القانون الحين، يعني تبين ندخلين المحاكم عشان صوره؟ اي مستانسه. اي والله العظيم بعد بدخلين المحاكم، يبقى قابلني عارف المحاكم. سمعي لانه دوت زينه تتصلين، بعد لا تنسين تتصلين في وسائل الاعلام والجرايد. زين لا والله يا الله العظيم، قال محاكم. حسبي قال يلا عليك. يلا يلا حسبي يلا عليك يلا. طبعا مثل ما شفتوا هالنوع من الخلافات نصادفها في مجتمعنا وغالبا ما تنتهي في المحاكم، فهل تتوقعون في حل ثاني حق هالنوع من المشاكل غير المحاكم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. خذ بس ما عليك امر تصرف لي هالشيك. ماشي. سامح الشيخ، الشيك بدون رصيد. بدون رصيد؟ لا لا أخوي، تأكد شركة لها اسمها وسمعتها في السوق. جزاك الله خير، تأكد مرة ثانية أخوي. رصيد. إي نعم بدون رصيد، تقدر تأكد من الطرف الثاني. بدون رصيد تأكد من الطرف الثاني. رويك حضرتك ما اعطيت شيك من غير رصيد، وفوق هذا تتهرب بعد. ممكن افهم هالتصرف شمال ذي؟ حضرتك عبالك داش وكالة من غير بواب، احنا في مكتب محترم، وان كان على التيك اللي تتكلم عنه تقدر عندك المحاكم تقدر تروح تزورها في اي وقت. اللي بيصير يكون في علمك، بنشوف من اللي بيضحك في الاخر. تفضل برع لو سمحت. برع برع برع، شرهم عليك، شرها على اللي حطوهم برع عن يدخلوك. محاميين، محاكم، استئنافات ومصاريف، ياما الشركات راحوا في المحاكم وياما أفراد راحوا فيها، ياما بيوت تدمرت، ياما مصالح ضاعت وعلاقات تفككت، والنتيجة وين؟ خلوني أنا أعطيكم الحل، الحل اللي كلنا نحتاجه، الحل اللي راح يخلينا نساهم في تحقيق النظرة الاقتصادية لعام 2030، في نفس الوقت يكون في ميزانيتنا ومتناول يدنا. كل هالحلول احنا محتاجينها تكون رحيمة على جيوبنا. المركز اللي أنا راح أسسه إن شاء الله راح يكون المركز الوحيد في القطاع الخاص اللي راح يحل الخلافات في محيط يحفظ السرية التامة وما يلزم الأطراف قانونياً، وفي نفس الوقت هالمركز هو اللي راح يضمن حقوق الجميع ويوفر حلول تراضي كل الأطراف. مركز أوبلوزنج لحل الخلافات وفك النزاعات. شكراً على حسن استماعكم.
أذكر بأن عروض المشاركين اليوم كلها من أفكارهم وترتيبهم دون أي تدخل، والعرض الثاني راح يكون لمشروع حمد عبد الله. بس في البداية أخليكم مع تقرير عن مشاركته في المهم. حمد إنسان عنده طموح، يحب يرتفع، يحب إنه يشوف روحه في موقع أعلى من هذا اللي هو فيه. هو مكتوب cherry tomatoes on stick يكون grilled. وأنا أفكر في الماتيريال اللي حد رخيص ونقدر نبيعه بسعر صدره. شيء سخمام لو خدنا جلتر، لا صج تأخذ جلتر أسود وعليه لمع بيطلع فيه حركة، يعني تقدر تلعب فيه. الشيء الوحيد اللي بس كان ناقص هو الكرياتيفيتي، بس كرياتيفيتي في السالفة إن think out of the box. حمد طيب، يفضل الغير على نفسه. حمد يشوف مصلحة غيره قبل الله يشوف مصلحته. حمد ينصح قبل أول ما تغلط وقبل لا تغلط. حمد كل ما احتاجت حمد حصل صديقك موجود. يصعب لكم كذي يعني من الاكسبيرينس احنا نسوي رحلات حق سمونا وفود ما وفود، فتقريبا في شيء يعني جريب من هاي. احنا عاده بقول لكم الاشياء اللي نركز عليها. اول شيء يعني لما خلينا نقول اول يوم بنروح بنقعد ندش الكلاس نسوي احنا تيمات، زين من البدايه نقسم تيم شيء بينهم كومبيتيشن عشان كلهم ما يدشون حماس، يعني في جائزه في النهايه. طموحه من هو صغير مو مثل جميع الاطفال، دائما عنده أفكار، عنده شغلات إبداعية. من هو صغير كان وايد يحب تربية الحيوانات. اللي أتذكره وهو صغير مرة فاجأني ياب تمساح البيت، وظل التمساح طبعاً عايش في حوض في غرفته. ياب مرة ثانية لنا اشترى حية في البيت، وبعد رد وحطه في الحوض وهيأ له كل البيئة اللي ممكن الحية تعيش فيها. أنا رشا حمد. أنا رشا حمد. هاي الأشياء ما اليوم عندنا ياهم، حاول نخلصهم. فنقسمهم علينا. هو حمد زين، كله يعني يشتري لي أشياء ويحبني لأنه أنا أخوي الأصغر، وكله يساعدني في المدرسة والبروجكتات وهالأشياء. إن إحنا نكلم هالمكان نودي الحلوى كلها عندهم وهم يوزعونها على ناس. مجتهد جدا، يحب عمله وايد. لدرجة أن في مرات من الصباح يترك البيت ما يرجع إلا الليل. وكل مرة ما كنت أسأل حمد ها فزت كنت أقول له ها مثل منشن جاي. أنا أدري أن حمد بيفوز 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 بيوصل الفاينل إن شاء الله. هذا كان حمد. إذا إنه مشروع حمد هو مطعم للتكة البحرينية بطريقة حديثة مبتكرة ويصلح لجميع الأفراد والفئات. هدفه هو تطوير مطاعم التكة في البحر. عرفتوني أنا سعد راعي المكان، أحسن محل تكة من أول الزمان. عرفتوني أنا سعد راعي المكان، أحسن محل تكة من أول الزمان. موظفي المطعم شفت منهم كل الخير، وأولهم محمد employee of the year. موظفي المطعم شفت منهم كل الخير، أولهم محمد employee of the year. يا محمد باكل يوعان وبطني سور، سرع الله يخليك بطيح راسي دور بطيح راسي دور. محمد محمد صار لي سنة ناديك، ما تيبك إلا العين الحمراء راويك. اللي يشوفك يقول عالم وزحمة وسيد، أطلي لحم دياي بصل بقل ورويد بصل بقل ورويد. تمر أمر عمي أخدمك في كل يوم، لكن الجود فيكم ومطعمك فيكم. إيش قلت يا محمد والله وطلالك راس، انت تعلمني في شغلي ابن الناس في شغلي ابن الناس. تفضل طال عمرك هذا الطلب وصل.
عليك بالف عافية وكثر من البصل. هذي مهب دقة حشا حصى وسجوم، شا سوي يا عمي هذي طعمها دوم. اش قصر حسك اخيرا يا زبون، يا رب مية صيخ او الف او مليون. انا اذا شميت روايح التكة اهد اللي بيدي وشغلي اتركه. اسكوزمي يا حجي ودي ولو مرة ادش مطعمكم وتسلم الجرة. لا اكل نفس الناس، لا يلسى نفس الناس، والاكثر من كل ذي مكتومة الانفاس. مهمتي صعبة لكن أنا قدها، لكن أنا قدها، أعدل المطعم ولم أعتردها ولم أعتردها. شوف وخلك معاي كل شي بيتغير، لا يمكن أقبلها مو ممكن أتصور. تبغي محلك من عيونهم يصغر، لا يمكن أقبلها مو ممكن أتصور. تبغي اسمك في لسانهم يتثار، لا يمكن أقبلها يلا خلي نغير، لا يمكن أقبلها يلا خلي نغير، يلا خلي نغير. بدينا بسم الله نبدي بالإدارة، نطور أنفسنا مهارة وشطارة، وخبرة سنيني أقضها بحر، الخبرة مطلوبة ونمي الجوهر. عطوني المنيو كنسل ذي وذي هودي، وكنسل ذي وذي هودي، وكنسل. شبيع يا حظي كل المنيو تكنسل، إيش رايك نقفل بعد كلش ولا نكمل؟ بنغير الأكلات بنفس الجو العام، ونجمع الأذواق لأن التنوع هام. تكة تقليدية تكة مكسيكية، ونكهة هندية ونكهة تركية. ولا تفوتك العيوش ويا المغبلات، الصغار ولا كبار ألذ المشوية. ويا معاشاتنا تتناسب الأسعار، ما تكمل فلوسنا لو كل الشهر دار. نخصص للعوايل مكان مريح وحلو، خواتنا وامهاتنا لي خاطرهم كلام. واذا عطشت اشرب واختار المشروبات، ومن بغى يحلي احلى الحلويات. يبقى لنا اليلسة ويبقى لنا الديكور، والمدخل نسلعة ونحيطة بالسور. الله 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 على المطعم وردت الزحمة، مهمتك نجحت. نحمد عن نعمة، نحمد عن نعمة، نحمد عن نعمة. ذكر بأن العروض كلها من اختيار المشاركين وأفكارهم شخصية. ننتقل إلى ثالث المشاركين وهي ريم بوغيس، ونبدأ مع تقرير يصور مشوارها في برنامج المهم. أعرف ريم من صف الثالث، تقدر تقول يعني إحنا نفس الخوات. في كل مشروع دشت في ريم، في كل أكتيفيتي I was with her. يصير بس نقرر إذا let's fly a kite, let's build a kite ولا شيء. Let's customize the kite. أحسن شيء أشوف في ريم إن هي وايد مجتهدة في شغلها، ووايد دقيقة في عملها واجتماعية.
إن أحسن شيء شفت فيها لما رحت زرتها في نيويورك وهي كانت تدرس في the top fashion school in New York إن إش كثر هي كانت تشتغل إش كثر كانت تتعب في شغلها. It's يعني for food the color red attracts you and makes you hungry. ريم شخصية كلش حبوبة وفريندلي، تقدر تقول هي صديقة صدق تقدر تعتمد عليها في كل ظروفها. حصلنا سبونسرشيب حق اليونيفورم، 2 يونيفورمز ايتش وذ لوجو ويل بي دان تيوزداي. هل كوي اسك اذا اكيد؟ كوي اسك اذا هاي يصير؟ ريم شخصية وايد خجولة، ساعات تبي تعبر عن رايها بس الشيء اللي منعها خجلها. عشان تكون ناجح في الفاشن اندستري لازم تكون اجتماعي، فريما تشوفها من صغرها ان كل مكان تروح بسهوله تكون صداقات. Whose mother is British? صح. Who is a fashion designer? صح. شفنا ريم اللي تطمح لإطلاق خط أزياء مستوحاة من الثقافة البحرينية واللاتينية ويناسب المرأة البحرينية والخليجية، وتطمح ريم أيضا لوصول مشروعها إلى العالمية. السلام عليكم، رح تتكلم ريم عن مشروعها بالتفصيل، ولكن في البداية خل نسمع قصة دخولها في عالم الأزياء. بعد ما تخرجت من الجامعة قررت ريم دراسة تصميم الأزياء، سافرت إلى نيويورك لتحقق حلمها في مجال تصميم الأزياء. دخلت ريم ثاني أكبر مؤسسة تعليمية لتصميم الأزياء في أمريكا، Fashion Institute of Technology، خرجت أكبر مصممين أزياء مثل كارولينا هيريرا، كيلفن كلاين ومايكل كورس. وعلشان تطور مهاراتها أكثر اشتغلت ريم مع مصممين أزياء معروفين في نيويورك مثل نوريزول فيراري وهوتون، وشاركت في أكبر عرض أزياء عالمي يقام في نيويورك سنوياً كمساعدة في الإعداد للعروض وتجهيز العارضات خلف الكواليس. وعقب ما تخرجت من Fashion Institute of Technology رجعت ريم البحرين وبدأت تفكر شلون تستخدم دراستها وخبرتها من نيويورك في بدء مشوارها في عالم تصميم الأزياء. شاركت ريم في مسابقة المصمم البحريني الأول وفازت بالمركز الأول، وهذا يدل على أن ريم عندها الخبرة الجيدة في هذا المجال. وكانت جائزة ريم أن يتم تغطية كل المصاريف الخاصة بإنتاج أول مجموعة أزياء لها. صممت ريم أول مجموعة تتكون من 8 تصاميم، منها تنانير وبنطلونات وبلوزات وفساتين، واللي تم عرضها في بوتيك جرين دايموند في مجمع السيف. وهذه المجموعة أعجبت كل من زار البوتيك، وتم بيع جزء كبير من هذه المجموعة في هذا العرض. والتغطية الإعلامية لمسابقة المصمم البحريني الأول خلت ريم تشتهر على مستوى المنطقة. هذه كانت قصة دخول ريم في عالم الأزياء. السلام عليكم، راح الحين ندخل عن ملخص خطة العمل. ريم بوغيس ريفيرا عبارة عن ملابس جاهزة نسائية مثل بنطلونات، تنانير، بلوزات وفساتين لفئة من السوق اللي أعمارهم بين 23 و 33 سنة. سويت بحث عشان أدرس السوق البحريني واكتشفت أن 60% من النساء يحبون يشترون من مصممات بحرينيات. وليش هذا الشيء؟ لأن أغلب النساء يبون يتميزون في اللبس اللي هم لابسينه وما يبون يشوفون وحدة ثانية لابسة نفس اللبس اللي هي لابسته. ولكن المشكلة من بعض المصممات أنهم يركزون في الأناقة. ريم بوغيس ريفيرا بتقدم للنساء ملابس أنيقة وفي نفس الوقت فانكي، مستوحاة من ثقافتنا اللاتينية والعربية. تعتبر ملابسنا فريدة ومو موجودة في السوق حالياً.
أنا استوحي تصاميمي من كل شيء حواليني، مثلاً الدلة اللي مصنوعة من الفخار، وتشوفون على اليسار التصميم اللي أنا صممته، الزخرفة اللي فوق، الزخرفة اللي تحت نفس الدلة. ودائماً أضيف في كل تصاميمي لمسة تعكس خلفيتي اللاتينية العربية. القطع اللي ننتجها بتكون متوفرة في بوتيكات في البحرين وخارج البحرين، ومنتجات متميزة بأنها توفر تصاميم عالية الجودة وتنلبس بعدة طرق. مثل ما شفتوا العارضة كانت لابسة العرض في أول عرض كانت لابسة التنورة بالتور، وهاي الطريقة الثانية اللي تقدر تلبسها بالإكسسوار، الإكسسوار البابلم. وطريقة اللبس مالت التور إن هي تشبك على التنورة، أو تقدر تنشال. حسب خطة العمل راح نتوسع خارج البحرين من السنة الثانية، وخلال 5 سنوات راح يكون لنا تواجد في كل دول الخليج، ونطمح بأن يكون لنا بصمة عالمية قبل عام 2020. راح نتواصل عن طريق الوسائل الاجتماعية، لأن أغلب النساء اليوم كلهم موجودين في وسائل الإعلام الاجتماعية. وحالياً عندنا تغطية من مجلات وجرائد مثل أولى لاك وإدز ماجازين وجريدة الأيام، وأيضاً عندنا تغطية من مداونات الأزياء مثل مارا مصطفى، بلاندن بحرين وأرابيلا. في السنة الأولى مجموع المبيعات راح تكون 4400 دينار، وراح يوصل مبيعاتنا إلى 49200 دينار من نهاية السنة الخامسة. المشروع بيحقق عوائد جيدة بحيث يتم تغطية رأس المال خلال السنة الثالثة. ومشروعي هو أن بفتتح مشغل تصميم الأزياء اللي توفر تصاميم أنيقة وفي نفس الوقت فنكي. أتمنى أني وصلت مشروعي لكم، وشكرا. طلال الأنصاري هو رابع مشارك راح يقدم عرضه لمشروعه وأيضا من أفكاره واختياره، ومثل زملائه المشاركين راح نبدأ بتقرير عن مشاركته في البرنامج. طلال يحب يكون مسؤول عن شيء، شخص وايد ما في ولد مثله، كلهم عيال في صج، عندي أحفاد هاللون، لكن هو وايد أخلاقه عالية، وايد أخذ مسؤولية، هو بكري الكبير، أكبر إخوانه. زين الفكرة الثيم بتعرفون الاسم is بنسميه بحرين تريجر هانت. It's like a treasure hunt. نسوي نصنع فعالية حق اليهال، نختار 4 أماكن نروحها، في كل مكان نعطيهم مهمة يسوونها. حركته وشخصية طلعت ويا الجماعة وتكلم وتحكي جرأياته. زين هذه فرحني أنا في هالمنطقة. في متعود إنه ياخذ القيادة، وحب إنه يكون فعلاً قائد. أنا أحس أن أداء فريقنا في هذه المهمة كان جداً ممتاز ومتميز، يعني قدرنا نحقق لونج تيرم ريليشن شيبس مع محل أبو يوسف، وهو جداً استانس من أدائنا إحنا. وفي فكرته كلية بالبزنس والشغل واللون، فكر في الموضوع ودخل، كنا الله يوفقك. هذه أخف ومور إكسبنسيف، بس إحنا نفكر فيه بينقاس لي إلا اللهم بنحط على بعض الطريقة. طلال يحتاج يأخذ الأمور بهداوة، يقلل من العصبية. إحنا اللي نفرض علينا اللي نبيه. كتب إحنا نسوي له. إذا نكتب can we get him to give out free ماي لقاح؟ لا ما نقول له ممكن تقدر تسوي، نقول له إحنا نبيك تعطينا ماي لقاح بلاش. بس. إحنا نبيك تسوي لنا هاللون. الشيء الحلو في البرنامج إنه علم الشباب إشلون يعني يجربون الحياة العملية، إشلون يشيلون البزنس وهو خسران، إشلون يسوونه ناجح، إشلون يتعاملون حتى مع الأطفال، مع كل المستويات من كبار من صغار. ولد طيب وصالح ما شاء الله، لكن أتمنى له التوفيق إن شاء الله في حياته.
طلال بتشوفون بعد شوي مشروعه. مشروع طلال هي شركة تتبنى الشباب الهاوي لفتح قنوات خاصة فيهم على موقع يوتيوب. تندرج هذه القنوات تحت شركته لحث الشباب للاتجاه نحو إنشاء قنوات تبرز إبداعاتهم. الجندي اللي يرفع راس بلاده، الجندي اللي كل ماله وقت الفزع بان مقامه يذكر ربه وهو واقف فهو قاعد في مكانه، ينتمي للقران واللسان عنده امانه. جندي حب يساعد قلبه ابيض مثل الدانه، من طموحه يبي يوحد كل الناس على الديانه، ما تهم اقوال الناس وما تهمه اي اهانه. انا جندي ربي وربي غني عن اعانه، بديت من الصفر والحين طفيت الميناء ويا صك المية الف وادش المليونيه، كل ناجح سر نجاحه كان في الحلم والامنيه. وش حقه انا يالس في مكاني ماني دميه، انا روض هذي الجسد حق يشتغل باليوميه، والصعوبه اللي قدامي هي مجرد التسليه، كل شي ممكن بعنواني كنت طرحه الربيه، فلازم اليوم احقق الامنيه. بسم الله عليكم ورحمه الله وبركاته. نرحب بحضورنا الكريم في الحفل الختامي لبرنامج المهمه. معاكم طلال الانصاري، والبزنس اللي راح اسويه راح يسد حاجه كبيره موجوده عندنا بسوق العمل بمملكه البحرين. مع ظاهره انخفاض اسعار الكاميرات والالكترونيات تواجدها بكثره في الاسواق، طلعوا الكثير من الشباب البحريني اللي اشتروا هذه الكاميرات وابتدوا يسوون فيديوهات ويحطون هذه الفيديوهات على موقع اليوتيوب. منهم عدد بمملكة البحرين اللي حقق النجاح الكبير، لكن مع الأسف نشوفهم بعد فترة من الزمن يوقفون وما يتابعون، والسبب لذلك يعود لأنهم مو بلاقيين الدعم المعنوي والمادي علشان يكملون ويتابعون في هذا المجال. فإحنا قمنا ورح نسوينا دراسة، نبي نعرف إيش معنى في الغرب أصحاب قنوات اليوتيوب بأمريكا وأوروبا ناجحين ومستمرين عكس الشباب الموجودين عندنا. فاكتشفنا ان في شركات عندهم تسمى مالتي شانل نتوركس، هذه شركات تجمع ما بين اصحاب قنوات اليوتيوب وما بين شركات الدعايات. اذا هذه النوع من الشركات تقدم الكثير من المزايا حق اصحاب قنوات اليوتيوب بمقابل جزء من الارباح اللي راح تحققها القناه عن طريق الدعايات. واليوم جبنا لكم مثال حي من نخبه من الشباب البحريني الواعد اللي راح يطلع اليوم هنا على المسرح ويتكلمون عن فكرتهم وموهبتهم. فليتفضلون على المسرح. السلام عليكم، احنا شباب تونا متخرجين من المدرسة ونبي نبتدي برنامج يوتيوب. اسم البرنامج هوتيوب العربي. من خلال البرنامج نبي نعلم المشاهدين عن وايد اشياء بطريقة كوميدية، مثلا شلون نستخدم خدمات الحكومة الالكترونية في حياتنا اليومية، او شلون ننزل برامج الايفون او الجالكسي. باختصار مدة فيديوهاتنا ما تتعدى الخمس دقائق. اي نعم، هذه هي اسم قناتنا هوتوب العربي، وشكرا. السلام عليكم. طبعا تحية خاصة حق حمد والمدير لو سمحتوا. الطاقة كانت شوي قوية. اسمي براء عبد الله، مذيع ومقدم برامج وفعاليات. طبعا كان لي الشرف اقدم برنامج اسمه مشروعي من تمكين، وكان طلال مشارك فيه، وسمعت تكلم انه يبي يساعد شباب يفتحون قنوات يوتيوب. قلت له شيخ انا بساعدك. قال لي ولا يهمك، كل اللي عليك تسويه بس سجل اسمك في قائمه. والحمد لله ان شاء الله اكون احد مقدمين قنوات اليوتيوب مع طلال انصاري. يعطيكم العافيه وشكرا. تحيه كبيره للشباب البحريني، يستحقون. والحين راح ناخذكم الى فيديو مده دقيقه واحده راح يشرح لكم المزايا والخدمات اللي راح تقدمها الشركه لهذا النوع من الشباب بمملكه البحرين.
في النهاية راح أتكلم عن شيء يتعلق بالبداية اللي ابتديت فيها هذا البرنامج، هذا العرض. أنا في يوم من الأيام كنت أحس إن عندي موهبة، ورحت عرفت على أهلي، وابتدينا مع بعض ندور على من ممكن يقدمني الدعم عشان أنمي هذه الموهبة وأطور منها. فدورنا ودورنا ودورنا، لكن للأسف ما حصلنا. فانصحوني كل أهلي أن يترك عني هذا المجال وركز على الأشياء المهمة، الأشياء اللي لها مستقبل بالبحرين، نفس دراستي وشغلي. فاليوم أنا قررت أني أدخل هذا المجال، مجال اليوتيوب، لأني أحس بالشيء اللي يحسون فيه هذين الشباب، خصوصاً أن مجال اليوتيوب مو محصور على نوع واحد من المواهب، لا، أي أحد موجود بيننا اليوم ممكن أن يبرز موهبته على اليوتيوب. كان الشخص مثلاً ممكن عنده موهبة بالطبخ أو بالتمثيل أو في الغناء أو في الإلقاء أو في التصوير وإلى آخره، والمواهب كثيرة. ختاماً أشكركم على حسن استماعكم وصغائكم. أتمنى أن عجبكم العرض، وتحية للشباب اللي مثل معانا وراح يتعاونون معانا إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كانت أربع مشاريع لأربع شباب من شباب البحرين. شكراً. برنامج المهمة كان له أثر كبير في حياة المشاركين، التأثير كان واضح حتى أثناء قيامهم ببعض المهام المطلوبة. تضحيات في المهمات أن أهلي ما تشوفهم وايد، في أعراس يعني من الأهل ما رحتهم، بعد عيد ميلادات ربعي، حتى عيد ميلادي أنا احتفلت ويا التيم. كان في لحظات وايد يعني بتكون من الذكريات الجميلة اللي تتم وياها في حياتي. وايد أشياء تعلمت من المهمة، ما أقدر حتى أعدهم من كثرهم، يعني التجارب والأمور اللي مريت فيها والأشخاص اللي قابلتهم، الشخصيات المختلفة. كسبني خبرات، يعني حتى يعني حصلت الشيء اللي ما حصل يمكن من ناس ثانيين، يعني عرف شنو أخطائي. أول شيء أنا أفتخر أن أنا أكون في برنامج المهمة، الفاينل ستيج اللي أنا وصلت فيها يعني بالنسبة لي ذي إنجاز وايد عود. نوعية شغلي أني أتم من الصبح لليل عادة في الشغل، هاي كان وايد 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 صعب بالنسبة لي أن أحد شغلي عشان ألتزم هنا، يعني كنت دائما لازم أستأذن وأخبرهم وأقول لهم، بس يعني بعد تنصر كانوا هم يتقبلون فكرة الموضوع أني أنا قاعد في برنامج ثاني. استفدت في وين أنا يمكن غلط، وفي وين أنا أقدر أحسن من روحي أكثر، وفي وين أنا أقدر أبدع أكثر. أكثر الأوقات أنا أشتغل بروحي، أروح أدور أتعلم، لكن في هالمهمة تعلمت شلون أكون بارت في تيم، شلون أنا أطور من نفسي ويا تيم، شلون أقدر أعطي أفكار وأخذ أفكار، متى أسكت ومتى أتكلم، متى أعطي ومتى أرد. حطيت يدي في الشغل يعني أزيد من أمس، ويعني لحد الحين 12 ساعة شغل، الحمد لله يعني مرتاح من نفسي. وصلنا الآن للحظة الحاسمة، وهي لحظة إعلان النتائج. أحمد مال الله، حمد عبد الله، ريم بوغيف، طلال الأنصاري، جاهزين شباب؟ ما أسمع. أحمد، عندنا لك فيديو نبيك تشوفه وياه، إيش رأيك؟ إن شاء الله خلنا نشوف. أحمد، مهما كانت النتيجة إحنا فخورين فيك، وإن شاء الله حلمك راح يتحقق. أتمنى لك النجاح في البرنامج وما بعد البرنامج، الله يوافقك إن شاء الله وييسر لك. إن شاء الله توصل حق مرادك ويتحقق مشروعك طبعاً إن شاء الله، وكنا وياك طول الدرب إن شاء الله. مشكورين وما قصرتوا، حق كل اللي وقفوا وياي من البداية، أنتوا السبب الأساسي اللي خلاني أوصل لهالمرحلة.
حمد انت ايضا لك رسائل راح نشوفها مع بعض. ما بقى شيء على وقت اعلان النتائج، والرفيق حمد متوتر وايد بس لا تتوتر لان الرفيق انت اللي فايز. حمد انا واثقه انك انت تفوز، خليك قوي، طموحك اعرف انه وايد، وحتى لو ما كسبت للحين انت وايد اشياء تعلمتها في برنامج المهمه، الله يوفقك. متوتر صدق حمد؟ في توتر؟ والله لو يحط المايك هنا تسمعونه. ريم جاهزة؟ نشوف. ريم I wish you all the best. I know you can do it till the end. أنا أفتخر فيك واثقة إنك بتفوزين. هم واثقين بس أنتي واثقة إن شاء الله. إن شاء الله. أحب أشكر كل ربعي وأهلي حق كل الدعم اللي قدموا لي، مشكورين ما تقصرون. اخيرا طلال الانصاري مساعد، نشوف. يلا. انت شخص مسؤول وانا متاكده بنجاحك ان شاء الله. الله حبيبي طلال عمرياني امه الدلال، خلك يعني قوي وثبت قدمك في هال المشروع اللي بتسويه، والله يوفقك ان شاء الله من فوق. على راسي. شو ترد على هذه الدعوه ولي؟ شو ترد على هذه الدعوه؟ جزاكم الله خير وان شاء الله اكون عندي حسن الظن، شاكر لكم اهلي وكل اللي وقفوا معي. طبعا اللي بيحدد النتائج هي لجنه التحكيم في برنامج المهمه، للاستاذ وليد رشدان، للاستاذه رؤيا صالح، يستحقون فعلا نصفق لهم لان تعبوا ويانا طول الفتره اللي راحت. بوجود الأستاذة أمل الكوهجي نائب الرئيس لتنمية الموارد البشرية من تمكين، هم مجتمعين حاليا في أحد القاعات لاعتماد النتائج بعد مشاهدة العروض اللي قدمها الأربع مشاركين. حمد البزنس بلان عليه 40% من النتيجة النهائية، شلون كان البزنس بلان اللي قدمته؟ كبزنس بلان يعني أنا أول مرة أشتغل كنت على بزنس بلان، كان شيء جديد بالنسبة لي. أكثر شيء خلينا نقول موترني أو مخوفني من كل يعني طرف التقييم الموجودة. بالنسبة لتشريم لأن نقاطك كانت شوي أكثر في هالنقطة تحديدا، نقاطك في البزنس بلان كانت شوي أكثر من حمد. إيش قدمتي كبزنس بلان؟ حاولت أضيف كل المعلومات اللي هم سألونا عنهم بالوقت القصير اللي أعطوني إياه، فالحمد لله نشوف النتائج. أحمد سويت المقابلة الشخصية واللي عليها 25% من المجموع النهائي، تحس سويت زين؟ والله الحمد لله في مقابلتي الشخصية يعني حسيت روحي أنه أنا جاوبت على كل الأسئلة وبينت النقاط اللي أنا أبدأ أشرحها وكنت واثق من نفسي. أنت متحدث زين ما شاء الله عليك أحمد، بس طلال حصل على نقاط شوي ايضا اكثر منك، كيف كانت المقابله الشخصيه طلال؟ كانت والله زينه ما شاء الله، الحكام يسالوني اسئله لكن الحمد لله لاني درست البزنس بلان وسويت يعني دراسه وايد كبيره، قدرت اني اعرف الاشياء اللي تتعلق بالبزنس اللي هم سالوني عنها. الحمد لله انا جدا متفائل وان شاء الله يعني التوفيق على الله سبحانه. طبعا نسب في دراسة الجدوى وأيضا المقابلات الشخصية كانت جدا متقاربة، والفاصل أكيد راح تكون لجنة التحكيم الموجودة حاليا اللي احنا بانتظار النتائج وأيضا تصويت الجمهور عبر الاسمس، في فرق كبير في الاسمس. وصيتوا الرابع والأهل يصوتون لكم؟ أكيد. الساعة طلال يقول انقطع تلفون من البيل. احنا الحين منتظر النتيجة توصل لنا. النتيجة وصلت. بس اعطوني وقت. ما بسألكم وايد بس سؤال واحد،
طلال كم بالمئة متوتر؟ كم بالمئة؟ أي راح أقول التوتر موجود يوم سألتني هاي السؤال زاد طبعا فموجود التوتر يعني 50-60. زين إذا ما طلعت الأول اليوم باعتقادك شو اللي استفدت خلال الشهور اللي راحت أو المهام اللي راحت؟ يعني مشاركتي في برنامج المهام ووصولي للمرحلة الأخيرة من هالبرنامج وعقب ما خفت كل المهام بمختلفها استفدت الكثير وراح يرجع لي بالمنفع إن شاء الله أول ما أفتح البزنس. مريت بمشاكل قد أمر فيها لين ما أفتح البزنس بشكل واقعي وراح أتفاداها لأن تعلمت منها. ريم كم بالمية؟ 5000. 5000 ما شاء الله ما شاء الله. وإذا ما صارت 5000 شو اللي استفدتي من برنامج المهمة؟ استفدت وايد من البرنامج من التجربات اللي سويناها من ناحية البزنس والماركتينج والسيلز وهاي الأشياء وايد بتساعدني في مشروعي الخاص في المستقبل إن شاء الله. حامد السؤال المفروض يكون العكس من اللي أنا، هل أنت مو متوتر في نفس الوقت الأرض ترى قاعد تهتز يعني قاعد يزيد التوتر أكثر هنا؟ وصلت النتيجة بس لازم أسمعها. طبعا أنا ما قصرت في كل شيء، أحس نفسي إني كفيت ووفيت وفي نفس الوقت دراسة الجدول اللي أنا تعبت فيها مع أصدقائي اللي ما قصروا وياي، الشو اللي رابع بعد ما قصروا وياي، في حصلت سبورت من كل من تقريبا، فأنا واثق من نفسي هالمرة. نتيجة موجودة عندي وادري أنتوا أكيد شوقين تسمعونها. الفايز هو لحظة شوي راح أطلب الآن من معالي وزيرة الدولة لشؤون الإعلام نينكم شوية وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سعادة السيدة سميرة إبراهيم الرجب ورئيس هيئة شؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي والسيدة أمل الكوهجي نائب الرئيس بتمكين والصعود على المسرح قبل ما أعلن الفائز الأول. فائز في برنامج المهمة لسنة 2014 طلال الأنصاري. ألف مبروك لطلال الأنصاري الفائز في برنامج المهمة 2014. تحدينا الصعب بكل عزم وباس ولا صعب نوقف في وجه مانينا تعثرنا ولكن ما هزمنا الياس نجحنا وين ما حطت خطاوينا فكر نبني وحبنا أساس بكل الجد نعطي ما تراخينا حيينا ما حيينا